للمزيد انضموا الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني الاستاذ عز الدين ابراهيم. اهلا بكم استاذ عز الدين الى هذه الجوله الاخباريه. فرنسا تطالب بالتوقف عن هدم الخان الاحمر في القدس بالتزامن مع تصريح نتنياهو عن نيته بهدم الخان الاحمر باي طريقه. برايك هل ستنجح المطالبات الدوريه بايقاف هدم الخان الاحمر؟ يعني التجربه مع الاحتلال عودتنا ان هذا الاحتلال لا يأبه لاي مناشدات او اي قرارات دوليه أكثر قوة من المناشدات التي أطلقتها فرنسا وغير فرنسا، لكن هذا لا يعني أن الاحتلال ربما لا يقدر مصالحه في فترات زمنية معينة، فبالتالي ربما هو استجاب لضغوط أو على الأقل قدر أن يعني الإقدام على هكذا خطوة في هذا التوقيت تحديدا ربما يضر مصالحه، فبالتالي هو رحل هذا الموضوع إلى وقت آخر. هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الاحتلال تراجع عن هدم القرية أو عن الاستمرار بخطواته واعتداءاته ضد الفلسطينيين في الضفه الغربيه والقدس المحتله، لكن ربما هو قدر كما اسلفت بان مصلحته في هذا الوقت تحديدا تقتضي الاستجابه لضغوط دوليه على الاقل حتى تتغير الظروف الاقليميه والدوليه. نعم استاذ عز الدين، يعني في الوقت ذاته عشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى، ما الرسائل المراد توصيلها من تصاعد الانتهاكات الصهيونيه مؤخرا؟ يعني هذا ليس جديدا، يعني هذه سياسه معتمده من المنظمات الصهيونيه المتطرفه بغطاء من حكومه نتنياهو المتطرفه ايضا بالسعي لفرض امر واقع في المسجد الاقصى المبارك، بفرض التقسيم الزمني للمكان من خلال هذه الاقتحامات التي تسعى الى تغيير الواقع في المدينه المقدسه. الاعتداءات على المسجد الاقصى المبارك من خلال هذه الاقتحامات مستمره ولم تنقطع نهائيا. للاسف هنالك يعني استغلال واضح من حكومة الاحتلال المستوطنين للضوء الأخضر الأمريكي في ما يتعلق بموضوع القدس لفرض الهيمنة ولتوسيع السيطرة على هذا المسجد، فبالتالي هي اعتداءات مستمرة لم تنقطع. الاحتلال يسعى بأي شكل من الأشكال إلى يعني فرض الواقع في المدينة المقدسة وتهجير المسجد الأقصى المبارك، استمرار الاعتداءات التي لم تنقطع أصلا منذ احتلاله للمدينة. نعم. في غزة أكثر من 20 مصاب برصاص الاحتلال أثناء مسيرات العودة في بحر غزة، إلى أي مدى الأوضاع في غزة متوترة؟ هل يريد الكيان الصهيوني تفجير الأوضاع في غزة برأيك؟ الاحتلال يعني ليس معنيا بتفجير الأوضاع في غزة، لا سيما في ظل الجهد المصري المبذول حاليا لإبرام تهدئة. الاحتلال يريد أن يوصل رسالة داخلية لجمهوره التحديد حكومة نتنياهو على اننا قادرون على يعني او ما زلنا ممسكون بخيوط اللعبه فيما يتعلق بالاوضاع في غزه. الفلسطينيين في غزه والفصائل والهيئه العليا لمسيرات العوده اعلنت اكثر من مره ان مسيرات العوده مستمره. الاحتلال قابل هذه الرساله برساله اخرى مفادها اننا سنعمل على مواصله استهداف المتظاهرين على السياج الفاصل، كما اسلفت برساله داخليه يريد نتنياهو ان يحققها في ظل يعني سعيه لتحقيق ارقام او تحقيق نتائج انتخابيه. الكاتب الصحفي الفلسطيني عز الدين ابراهيم كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.